السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا مستنيكم تدخلوا كده علشان ندردش مع بعض في حاجات تهمكم، خصوصا بعد زياده اسعار البنزين اللي اكيد ناس كتير يعني خلاص هتركب سكوتر. انا في ناس كانت بتتواصل معايا تقول انا بعت العربيه فعلا ما بقتش قادر على المصاريف، اسعار الصيانات وقطع الغيار حاجه منيله بنيله والله. ويجي بعد كل ده تاجر يحط لك اوفر برايس على العربيه ب 400 الف جنيه في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، وبعدين ياخد على دماغه. طيب قبل ما نبتدي كده، وجمعه مباركه عليكم جميعا، نزف اليكم والينا والى الامه الاسلاميه دي اللي بقت يعني مصابه بالوهن والضعف الى الجنة ان شاء الله. اكيد يعني نتمنى ونتعشم ولا نزكي على الله. يحيى البطل اللي مش مكانه طبعا الكلام هنا في صفحة عربيات، لكن انا مش عارف في ناس زعلانة ليه. زعلان على ايه؟ ده زمانه بيبتسم في قبره وهو اللي زعلان علينا. ده عارف طريقه ده، يعني ده مناضل عقيدة، اعتقد ده فخر لاي حد ولاي ديانة، في يعني يعلمك ازاي تتمسك بمبدأك وازاي تناضل حتى النهاية. وفعلا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وهو قال وعمل، قال انا مش عايز اموت عادي زي الناس، انا مش عايز اموت بكورونا ولا عايز اموت بجلطة تمام ولا عايز اموت بسكتة، انا عايز اموت وانا شهيد تمام. فالراجل يعني الصراحة اللي قاله عمله، ذكر زي ما بيقولوا يعني تمام. فما تزعلش عليه، بالعكس انت تفرح قوي 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 ان تمام، يعني تفرح قوي ان الامه دي لسه فيها ناس زيه بصراحه يعني. فما تزعلش، انا حضرت حلقات نقاشيه في رمضان اللي فات بعد الفطار، من الفطار للسحور، عيله كامله قاعدين، هو شيرين ولا حسام اللي غلطانين؟ هو كان طمعان في فلوسها ولا هي تمام؟ احنا اتشغلنا بحاجات هبله قوي يا جماعه. احنا نفسنا هنا اعتقد ان احنا على الصفحه دي بنقعد نتكلم في حاجات مهمه، واحنا بنقعد نشتم بعض ونسب بعض عشان عربيه غليت ولا رخصت. الناس دي في حته تانية، ما تزعلش عليهم. يا ما ازعلش على ده، انا ده عارف طريقه خلاص. انا بزعل على نفسي وبزعل على شاب لسه في مقتبل عمره ما اختارش طريقه ومات على 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 سيده، على ام ساكله على اولادها، على اللي بيعملوه في الاطفال والنساء، لكن ما بزعلش على دول. ده واحد لاخر لحظه ايد مقطوعه والايد التانيه ماسكه عصايه بيرميها على درون عسكريه. يا راجل يا راجل تزعل على مين؟ ده ذكر، ده رجعنا الايام زمان تمام. فافرح يعني تمام. معاكم بقى لمده نص ساعه كده، يعني نحاول نتكلم في ايه في اللي يهمكم، وايه افضل الترشيحات دلوقتي. طيب مبدئيا كده قبل ما ناخد الاسئله، اعمل شير عشان اللايف ده مهم. الموضوع دلوقتي ايه بقى؟ جديد وعنيف. البنزين بقى 17 ال 95 اديله يعني تمام. فانا عارف انك انت عايز تعرف ايه اهم العربيات اللي ممكن توفر لك بنزين. مبدئيا كده في العربيات الاقتصاديه مجموعه سوزوكي، شئنا ام ابينا بقى، عدا طبعا جراند فيتارا وفرونكس ما تقرب لهمش، دي وجهه نظري ما يستحقوش، يعني اسعارهم مبالغ فيها قوي. سياس بقى، سويفت، ديزاير، المجموعه دي موفره قوي في العربيات الاقتصاديه، موفره جدا جدا جدا. واللي بتكلم عليه ده يا جماعه ما يختلفش عليه اتنين، يعني العربيات اللي انا هكلمك عليها دلوقتي، واحد يقول لك ده انا واحد مش عارف كان على طريق سفر وماشي على 120 ومش عارف ايه ومثبت سرعه وقافل وفاتح التكييف وموفر على الاخر، فيجي يقول لك ده استهلاك العربيه. لا، العربيات دي في كل الاحوال موفره، فسوزوكي موفر تمام؟ مش قصه معدلات وافرج ودوس البنزين وانت استهلاكك عامل ازاي وبتاع، عربيات موفره على الدوام اللي انا قلتهم لك دول. طيب نروح للي بعده، نطلع شويه فوق، في عربيات صيني بقت موفره جدا، مجموع جي اي سي، اداء مع توفير، جي اي سي نمبر 1، نمبر 1 حرفيا تمام، نمبر 1 في القصه دي، جي اي سي نمبر 1 في الصيني في التوفير. واللي معاهم العربيات دي زي بقالي سنه هم عارفين ان جي اي سي بتديك اداء حلو قوي مع توفير. انا العربيه ما شفتش منها اكتر من 7.2 مع الضغط ومع الهرس ومع فهم مواتير حلوه في الصيني وفيهم توفير كويس قوي. في عربيات كتير بقى متفق ومختلف عليها، واحد يقول لك ده انا استهلاكي كذا ده. فانا بقول لك يعني بقى مجموعه المواتير التي اس اي من فولكس فاجن عبقريه، هتديك اداء الهايبرد،
هتشوف منها في التفويله 900 كيلو. المواتير ال 1400 تي اس اي دي جحده، وال 2000 كمان اللي في مجموعه اودي ومع الكوبرا، تمام؟ فانت هتشوف التي اس اي والتي اف اس اي عموما او مجموعه مواتير فولكس باجن جحده حرفيا. انا السوبرب دي كانت معايا، العربيه دي قعدت معايا لما خدتها من التوكيله جربها من سنه كده، وممكن ترجعوا لللايفات وللفيديوهات. العربيه دي لا ما تجيبش بلتا، اوعى تجيب بلتا هتلبسها، التوكيل جاب منها دفعه وخلع، تمام؟ فالسوبرب دي انا مرجعها التوكيل وهي عامله 930 كيلو في التفويله وكان لسه فيها، تمام؟ فالعربيات دي جحده. بس لازم اقول لك برضو الاغلى والاكثر كلفه في المينتننس والرننج كوست والافتر سيل، اسعار الصيانات، فعشان تبقى عارف. بس لو بتدور على بنزين في الفئات اللي هي المتوسطه وغصب عننا يعني متوسطه بنقول كده، العربيات دي ال 1400 المواتير التي اس اي والتي اف اس اي والتي اس اي ال 2000 كمان والتي اف اس اي ال 2000 وال 1400 برضه من اودي، كل مجموعه فولكس فاجن، سكودا، فولكس فاجن، اودي، العربيات دي موفره جدا جدا. طيب ايه البدائل التانية؟ البدائل التانية هيكون ليك الكهرباء، يفرض نفسه يعني انا 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 خلاص مقدم على الخطوة ان لازم تكون في عربية كهرباء في البيت. مش هتبقى اساسية بس مقدم على الخطوة، تشيل المشاوير التقيلة والحركة الطويلة والكلام ده كله بتاع. خلاص اقل تفويلة دلوقتي بتاع باكو يعني، تمام؟ فانت لازم يعني تدور على حلول منطقيه وذكيه ولطيفه. فالعربيات الكهرباء الصراحه بقت بتقدم سوليوشنز محترمه، العربيات الكهرباء محترمه جدا جدا. طب ايه افضل العربيات الكهرباء؟ فولكس فاجن طبعا خدت الصداره مده كبيره جدا، اي دي 4 واي دي 6، تمام؟ لكن حاليا اللي واخد مكانها واللي في السوق وعارف ودارس وشايف بي واي دي، مجموعه سيارات بي واي دي عدت خلاص. يوان بلس شامبيون، العربيات اللي هي البي واي دي، الهان، السونج ال، السونج بلس الشامبيون، العربيات دي عدت خلاص، بقت مبيعاتها محترمه جدا جدا جدا، ويبدو ان اجيال بتسلم اجيال. عربيات مرسيدس كمان وبالذات الاي كيو اي والاي كيو بي ابتدوا يتشافوا جامد، وفي الفئه العليا الاي كيو اي مبيعاتها شديده جدا جدا. جاي لك زيكر توكيل، هنشوف الاكس، انا مش متوقع ان اسعار الزيكر هتبقى رخيصه، بس هنشوف الاكس الشقيقه الصغيره القمر الطياره بتاعتهم بكام. واعتقد الاعلان عن عربيات الزيكر هيكون في شهر 11، تمام؟ فجاي لك زيكر توكيله مع توكيل تقيل، انا ببشرك بقول لك الاخبار يعني. العربيات بقى الهايبريد اللي بتمشي مسافات طويله جدا جدا، جاي لنا عربيتين مهمين جدا وفي افريج متوسط او اللي الناس كلها بتركب فيه وفي افريج عالي، تمام؟ ايه هم العربيتين دول وهيتقدموا الشهر ده، واحده الشهر ده اخره المفروض يعني على ما اعلم، والثانيه الشهر الجاي. دي جي 30 البايك جاي منها النسخه الهايبرد مع النسخه البنزين العاديه، والنسخه الهايبرد بتعدي ال 1000 كيلو، تمام؟ البايك الدي جي 30، وانا اعتقد ان ثمنها هيبقى عند افريج الاثنين او تحت. وجاي الروكس اللي بتمشي 1200 كيلو وممكن تمشي كهرباء، تفرق يا جماعه، ملهاش علاقه بنظام نيسان الاي باور. الاي باور ملوش حل غير ان الموتور البنزين يشحن الكهرباء، لازم هتفول هتفول. الثانيه لو عايز تمشي كهرباء 250 كيلو بتشحن البطاريه بس، تمام؟ الاثنين مع بعض بطاريه وموتور بنزين يمشوك اب تو 1300 على البروتوكول الاوروبي والمقاييس الاوروبيه، يمشوك 1135، تمام؟ فانا قلت لك اهو شويه حاجات كده حلوه وموفره، بدايه من 600 و700 لو هتجيب سوزوكي مستعمل، و500 كمان لحد 3 مليون ونص مثلا معاك اهو، كهرباء على هايبرد على بتاع. فانا اشتغلت معاك سريعا كده وقلت لك ايه الاكثر طلبا في الاسواق دلوقتي والاكثر تداولا. اسف اني اطلت في البدايه، بس انا بحاول اوجد حلول، انا لا صاحب قرار ولا صاحب سلطه ولا، فوالنبي ما تكلمنيش عن زياده وعن نقصان وعن الكلام ده، القرارات انا ماليش علاقه بيه ولا دخل لي باللي بيحصل. انا راجل ليا ان انا اقدم حلول، انا متضرر زي زيك. عربيتي مثلا كنت بفولها زمان ب 400 جنيه، هفولها ب 1000 جنيه، ما انا زي زيك، انا مواطن. فقلنا ما تمسكش فيا وتقول لي ايه رايك ومش ايه رايك، خلاص هي بلدنا وعايشين فيها وهنتحمل ما يحدث وتبعات ما يحدث وضغط وخنق الاقتصاد علينا، وانا زي زيك، تمام؟ فانا بقدم لك حلول بس على قد ما اقدر يعني، جميل؟ وبعدين كلنا هنروح في تيس،
الجدع هو اللي راح امبارح ان شاء الله على الجنه ان شاء الله. تمام. المهم اخد بقى اسئلتكم سريعا كده ندردش شويه. ايه رايك في كيا اي في 5؟ كويس، النسخه الصينيه كويسه وعربيه مساحتها كبيره، بس البعض قد لا يستسيغ شكلها، بس كويسه. لكن من ساعه ما نزلت مش عارف ما حققتش نجاح قوي ليه، ما عملتش ضجه يعني. يا سلام، انا كل ده قاعد في المروحه مش فاتح التكييف، انا عمال اقول الدنيا. طيب اسبورتاج هايبرد ولا بنزين؟ الموتور الهايبرد النسخه الكوريه هيديك اداء كويس، هيديك اداء كويس قوي وهيديك بنزين حلو، لكن مشكلتها انك قد لا تجد حلول للموتور الهايبرد ده. تويوتا روميون ابعد عنها، هي واختها البلتا ما لهمش 30 لازمه. خد اخواتهم السوزوكي اللي موجودين اصلا وبايعين ومنتشرين، بلاش تاخد عربيات ما باعتش وما انتشرتش قوي. اسف ملاك البلتا هيزعلوا مني وملاكهم، بس مش انا اللي عملت كده والله، انا العربيات دي كنت متحمس لها جدا، مش انا اللي عملت كده، اسالوا التوكيل. دونج فينج الهايبرد ممتازه، ما رضيتش ارشحها احسن الناس يقول لك انت جربتها واصلك لسه واخدها من توكيلها وبتاع وقابض ومش قابض، انا مش عايز صداع، بس ممتازه 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 ممتازه، والعربيه دي اب تو 1000 او 850، انا جربتها يعني وادائها حلو قوي، ثباتها رائع، ماسكه في الطريق بطريقه غريبه. ايه رايك في سبورتاج ال مبادره؟ مش هتيجي مصر للاسف، حتى الان مش جايه مصر خالص، لان العربيه دي نسخه صينيه مش زي تشيكي والنسخ الاوروبيه اللي بتتجمع بره التوسان والسبورتاج اللي بتجي لنا. فنسخه صينيه تمام؟ فمش جايه لنا، فما تجيبهاش. الموتور اللي فيها موتور جديد والفتيس اللي فيها جديد، مش هتلاقي لهم قطع غيار، مش هتعرف تبيعها. جيتور 70 كويس، بس بقى في احلى بقى في الصيني. طيب ايه تاني؟ كارنز 24 يا باشا، اوعى تجيبها، مش جايه مصر رسمي. كارنز الهندي دي مش جايه مصر رسمي. عربيات مواتير غاز، انا لا اشجع، لا اشجع، لا اشجع، والنبي لو جابوا لي مين؟ لو جابوا لي شوماخر لا اشجع. كهرباء، روح للكهرباء بقى، روح للطاقه النظيفه. تويوتا راف 4 هايبرد ايه رايك فيها؟ كويسه جدا، بس الراف 4 مش عربيه منتشره في مصر، والتوكيل كان جايبها للسياحه بس، يعني بتتباع سياحه والشركات سياحه والكلام ده، فمش منتشر، فلا هتعرف تبيع ولا هتلاقي بتوفر لها قطع غيار قوي، بس عربيه طبعا ركوبه. الجيكو جي 7 العربيه اللي من شيري دي مش جايه مصر رسمي، محدش لسه خد العلامه دي، العلامه المنفصله عن شيري الجيكو دي، بس عربيات حلوه، بس برضه ما تروحش تجيب عربيات كده ايه وكمان صيني مش موجوده في مصر، فبلاش يعني ما تغامرش. ما تجيبش عربيات ليها ملهاش وكيل وملهاش قطع غيار والكلام ده. احسن حاجه ترشحها في حدود 600 700. بص على لو عايز ايه، بص على البروتون ساجا تقضي الغرض، وعربيه كويسه ومقبوله، والجيل الثاني يعني سكند جنريشن ده الفيس ليفت اتحسن فيه اداء البنزين شويه شويه. كهربا تحت المليون، لما جيت اجرب لكم العربيات الولينج الناس قعدت تقول لك ايه ده وجايب لي معزه ب 880 مالها يعني، بتمشي 330 كيلو كويسه وليها وكيل يعني. هرشح الولينج دي لو انت مشاويرك على قد والدنيا تمام، مفيش غيرها، مفيش غيرها كهربا تحت المليون. وممكن بقى السيجل، بس طبعا يعني عشان الناس اللي بتقلق السيجل معهاش ضمان، ممكن تلاقيها في افرج 900 تمام. ايه تاني؟ البي واي دي السجال عربيه حلوه قوي برضه. كيا سيلتوس 2024 موتور 1500، ايه رايك فيها وهل هتنزل مصر ولا لا؟ لا مش هتنزل مصر، بس في مشروع لتجميعها محلي داخل مصر. اكيد لا، لسه مش اكيد، بس مش هتنزل مصر استيراد، لان العربيه دي عليها جمرك، مش هينفع، الوكيل مش هيجيبها. بس في مشروع ومفاوضات ما بين الوكيل المصري والشركه الكوريه لتجميعها في مصر. تسلم. خد بالك انا بقعد افشلكوا اسرار كده في اللايف ده، هو المفروض انا ما اقولهاش، التوكيلات هتتقمص، بس انا بقول ما بيهمنيش، انا يهمني انت تبقى عارف المستقبل فين ورايح فين وايه اللي بيحصل في الاروكه والكلام ده. مستعمل رينج 600، عندك عربيات كتير، عندك لانسر شارك العربيه الدارجه المحببه للمصريين، عندك عربيات كتير قوي، عندك ممكن تشوف لك سياز موديل قديم موفره في البنزين وكويسه، عندك عربيات كتير، عندك عربيات لطيفه يعني، بس انا شايف دول كويسين قوي.
اسفوتاج لونج ولا تجوان؟ ما قلنا بلاش اسفوتاج بقى لونج، بلاش، ما تجيبوش الاسفوتاج النسخة الصيني يا جماعة عشان ما تحتسش بيها هنا. الافضل الهايبريد ولا الكهرباء؟ ما الهايبريد ولا الكهرباء ده يرجع لك انت، ده يرجع لقابليتك واستعدادك، لان يبقى عندك البنية التحتية عندك انت في البيت تصلح لكهرباء بالكامل ولا لا. هتزود فلوس شوية وتجيب عربية هايبريد كويس، اصل الهايبريد مش رخيص قوي، يعني ممكن تلاقي عربيات كهرباء مثلا من افريج المليون فيما فوق، لكن الهايبرد من 2 فيما فوق. ايه رايك في هوندا؟ عدا طبعا الدونج فينج الهيوج الوحيده اللي بمليون 690 هايبرد. سوزوكي بالينو عربيه كويسه جدا، بس انا مش قادر افهم ازاي تخطت المليون، مش فاهم يعني. هرشح ابيزا ساعتها، هرشح طبعا سيات ابيزا. سيات ايبيزا عليها حرق دلوقتي على الرسمي، فمش هقدر اسيب سيات ايبيزا والتقفيل ده وموتور من مجموعه فولكس فاجن واقول لك اركب سوزوكي بالين. رايك في كريتا وام زوم مبادره؟ لا، ام زوم بقوه. لو سمحت رايك في ام جي زد اس، عربيه حلوه بس اوت ديتد، ونزل لها جيل جديد بره وليها فيس ليفت اللي كنا بنجيبه مبادره، فحلوه بس اوت ديتد. فولكس فاجن اي دي 3 قمر بحبها بس ما نجحتش قوي. هوى المصريين وهوى العالم كله عموما دلوقتي الهاتش باك، خلاص عربيات بتندسه الاساطير القديمه دي. افاتار 12 كويسه، كويسه جدا، كويسه جدا 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 جدا، رائعه يعني. انا كنت اول واحد جربتها في مصر جوه مصر. سوناتا 2021 ليمتد، ايه رايك؟ كويسه جدا جدا جدا، لكن مش عربيه مصر، ليست درجه وليست يعني منتشره. شارك ولا سياز 2016؟ سياز لو عايز توفر بنزين ولو عايز موتور انعم شويه وتكييف اقوى. شارك لو عايز عربيه افضل اعاده بيع. مستعمل كهرباء نلاقي فين؟ مش كتير، دور في الاعلانات هتلاقي الاكثر انتشارا عربيات بي واي دي في المستعمل وفولكس فاجن، لكن مش هتلاقيه كتير متداول. توسان ولا سبورتاج الكوري؟ سبورتاج، انا هوايا سبورتاج، الاثنين واحد، بس انا هوايا سبورتاج. سبورتاج فيها ريحه الاوروبي شويه، رغم ان الجيلين الجداد توسان وسبورتاج مش عاجبني. ايه رايك في التوريس؟ ممتازه بس ما انصحكش. شوف انا اكتر واحد قلت اشتروها، دلوقتي ما انصحكش تشتريها، لان نزل الفيس ليفت اللي انا وريتهولك، اللي ابتدى يجي استيراد وريتهولك عند القبطان، اللي اتغير فيه الانتيريور تمام، فما ينفعش الوكيل المصري يزود 100,000 جنيه على الشكل القديم، تمام؟ ما انصحكش تشتري. لما يكون في مصلحتك تشتري هقول لك، لما يكون مش في مصلحتك تشتري هقول لك. انا ما لا اخشى احد، انا يعني تمام، انا ما حدش عمل معايا حاجه ولا حد بيديني حاجه ولا حد ليه عندي حاجه. لما يكون ينفع تشتري هقول لك، لما ما ينفعش تشتري مش هقول لك ما تشتريش. كمان الاكتيون جاي فمش وقت شراء التوريس، استنى لما يجي الفيس ليفت بتاعها رسمي واستنى اشوف الاكتيون، عشان الاكتيون هتبقى بنفس السعر. هيونداي اي دي ولا ام جي 6؟ ام جي 6 طبعا، اي حاجه غير الهيونداي اي دي. ايه الهيونداي اي دي دي يا جماعه؟ ايه علبه الجبنه المثلثات اللي احيوا شكلها وناس ده من غير امان ومن غير اي حاجه، اللي بيدوها لك باوفر برايس بمليون 250 ومليون؟ ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ ايه الهقص ده؟ جراند فيتارا خليجي 6 سرعات، ملهاش لازمه برضه. انا عارف ان الخليجي فيها الموتور المايلد هايبرد اللي ملوش 30 لازمه، بيوفرش حاجه في بنزين ولا هي بطاريه احتياطي بس بتدور العربيه كده، يعني مش مايلد هايبرد بالمفهوم، ولا بيدي نيوتن عزم ولا بيوفر بنزين ولا نيله. وتفرق الفتيسه 6 سرعات بدل 4 سرعات اللي جالنا هنا مصر، ما تجيبهاش لانها ما نجحتش تمام جوه مصر، فمش هيفرق انها 6 سرعات، مش هتفرق يعني. ما تجيبهاش عموما، ابعد عنها وعن اختها الاوربان كروزر دي ولا البتاع النيله تويوتا دي، تمام ابعد عنها. ايه تاني ايه تاني؟ ام جي ار اكس 5 بلس 24 كويسه، عربيه كويسه يعني، شايفها الاكثر منطقيه في عربيات ام جي الجديده. لا عجباني الاتش اس الجديده اللي لسه بالموتور بالفتيس المنيل، ولا عاجبني الام جي 1 اللي بالفتيس السي في تي الصراحه. الار اكس 5 بلس اكثرهم منطقيه. امكو ولا داشنج؟ امكو يا خيري، اعمل فيلم حمايه فيلم الام زوم عندي يعني، خايف ارشح لك حد تاني
عندي طبعا. تعالى يا حبيبي تنور، يلا بينا. بي ام دبليو اي 3 الكتريك كويسه، عربيه كويسه. ال 40 ال وال 35 ال عربيات كويسه، وعربيات فنجا مقبول ومعقول، وقدره مواتيرها 340 حصان حلوه، عربيات كويسه. النسخه الصينيه طبعا الاكثر توفيرا في اسعار، افريج 3 مليون دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع المازدا يا مستر محمود؟ والله انا اشرت يا حبيبي ان المازدا ملهاش قطع غيار، ونناشد توكيلها غبور ان يحن على اصحابها ويحن على البراند المحترم ده. سيبه بقى، مش هتظبط معاه سيبه. وصي علينا توكيل باي، خد بالك من ناسها توكيل باي. تجوان ولا 3008؟ يعني عايز الاكثر مبيعا تجوان، والافضل برضه تجوان. سونج ال بلس قمر، عربيه حلوه جدا 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 جدا. ايه رايك في الازيرا، سعرها كام دلوقتي؟ انا نفسي امتلكتها بس ما رشحتهاش، ما اقدرش ارشح لك عربيه مش هتوصل مصر رسمي، وحتى هتلاقيني انا هللت للتوريس، بس كان عندي معلومه وفضلت اقول لك سنه كامله انها جايه مصر، وجت. الناس اللي اشتروها ما لبسوش، مصر كلها اشتريتها على حس محمود خير ما لبستش، لكن الازيرا ما اهتمتش بيها رغم ان انا امتلكتها وعربيه قمر. ما اهتمتش بيها عشان ما البسكش في حيطه، انا قادر اتصرف فيها وفي قطع غيارها، انت يمكن ما تقدرش. تمام؟ فما انصحش بيها. رايك في الاي دي 4؟ عربيه حلوه قوي بس عربيات بي واي دي واكله التورته دلوقتي الصراحه. ايه رايك في سي ال ام 200 وسعرها؟ كويس، بس عربيه بنانيتي، مش ما بشوفهاش مرسيدس مرسيدس بجد يعني. ميتسوبيشي اكسباندر بتقضي الغرض اللي مطلوب منها، في الحته بتاعتها حلوه وبتتجاب مبادره. ما الميتسوبيشي ما بيشتراش من هنا من مصر، بس اسعاره زي الزفت. بتجيبوا مبادره اسعاره حلوه، وياما جبنا لكم الحاجات دي مبادره باسعار رهيبه. توريس ولا اكتيون؟ اعتقد الاكتيون طبعا، يعني اعتقد الاكتيون، رغم ان انا من ملاك توريس بس ما اقدرش اضللك. الاكتيون الجيل الجديد موديل حلو قوي، شكله حلو قوي، الديزاين بتاعه احلى بكتير. رايك في رينو استورال؟ عربيه حلوه ومحترمه بس ما تستاهلش الاوفر برايس عليها. طيب معلش عشان ما بقاش طولت عليكم، ميعادنا الاسبوع الجاي. اللايف ده كان فيه معلومات مهمه قوي عن الاكثر توفيرا ايه والاكثر تداولا عشان ما تلبسش، وترشيحات وحاجات جميله. ما تنسوناش من دعائكم، وربنا يرحم ابطالنا والحسره علينا احنا وعلى حد. يلا سلام عليكم.